باين ان الناس بتطقطق اللي كاتبين مؤيد انسجن ومدري ايش وما بينزل سنابات عشان مسجون. باين ان طقطق الموضوع تمام. بس الناس اللي بتنزل زي كده ما ادري ايش تحس. قبل كده واحد منزل في تويتر ان وفاة مؤيد العثمان بحادث مروري. يا وجه الله. صحيت من النوم طالع اتصالات كثير. رسائل. بس قولوا اكدوا لنا الخبر. طب انا صاحي كل الناس عارف ان انا مت الا انا ماني عارف. انا صاحي من النوم ماني عارف انا متى مت. طب انت اللي موتني. انت حسبت حساب انه لو مثلا امي وصلتها الرسالة دي ان انا مت. كويس ان امي ما تعرف في تويتر. لو وصلت لها الرسالة ان انا مت واتصلت عليها وانا نايم عند خوي وما ادري وما ردت عليها. وصار فيها شيء بسبت صباحك ذا الله يكسر صباحك يا شيخ. تكتب اي شيء اي شيء تكتب. موت امي على طول موتون. الله يهديكم ترى عصبي انا معروف. عصبي وحار انتبه لي. يا بيني وبينكم. من يوم ما شفت الخبر ده وانا امشي 80 في خط الدمك. باركولي نزلت الكوليكشن الجديد حق حياتي. تسأل عني اسأل عنك. تبعد عني ابعد عنك. تسوي مجنون تطلع فيها بنص عين اطالع فيك بنص عين. لا حد لا تحس بإني حسوي ادير وجهي وكذا. لا بنص عين حطال نفس الحركة. تدور علي ادور عليك. تكرهني اكرهك واكره ابو جدك اللي جاء وسامع البنت سامع. اهدالي نظامنا احسن منك. نظامنا لا والله برستيج ما في. انت مزبوط انا مزبوط. انت كلب انا كلب. انت حمار انا ابو الحمير. يعني مرة ما في فكة ما في شيء نظام انه تستنى حد يستنى مني شيء. خلاص خلاص انا قريفت انا دقدقت لين اذني صارت محكوك من الجنب. خلاص خلاص من النصائح. خلاص خلاص يا فنة خلاص.